طيب والناس استغربوا مني لما غنيت الأغنية. غني للناس للحب، غني لي غني غني لدقة قلب، غني لي غني غني لرفيق الدرب، غني لي غني غني لي غني 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 غني. جميل والله. بس ده كمان عشان التكنيك مش شرقي قوي، عشان كده بحب الاغنيه دي، عشان كلاسيك. بس عايز اسالك حاجه يا شيرين، عاده الاولاد الاسر اللي بتسافر كتير ما بيبقاش عندهم احساس بالانتماء قوي، هل ده كان موجود في بناتك ولا مش موجود؟ يعني انت راجل بتسافر كتير ومراتك برضو وعيله يعني منفتحة على العالم كله، هل ده بيفقدهم الهوية ولا بالعكس بيخليهم منفتحين على العالم كله؟ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، دي لها علاقة بالشخصية. يعني أنا عندي بنتين ربنا يخليهم لي، لارا وتمارا. تمارا لحد النهاردة بتسافر معنا في كل سفرية، بنروح حتت كتير قوي هم معنا، لسه خجولة جدا ومش قادرة تنفتح على العالم، دي شخصيتها انها خجوله. لارا لا، لارا منفتحه بطريقه يعني ما بتكسفش من التعامل مع الناس. بس تمارا عندها المشكله دي وبتضايقها. يمكن انا وانا صغير قوي كنت كده، كنت زي تمارا وتخلصت من الحكايه دي. بس دايما بتكلم مع تمارا بقول لها يعني حاولي تخلصي منها، لانه دي هتضايقك يوم من الايام. ملهاش علاقة بالسفر، لها علاقة بالشخصية. احنا دلوقتي عندنا مجموعة من الصور، فتعالوا نشوف بقى ألبوم الذكريات اللي قدامكم ده. مين بقى في الصورة دي؟ العيلة. دي ماما نجلة وتمارا أختي، وده كان كريسمس اللي فات. أختك أصغر منك بقد إيه؟ سنتين ونص. مختلفين عن بعض ولا قريبين في الشخصية؟ قريبين قوي من بعض كأخوات وأصحاب، بس لا مختلفين. بتقولي انها بتحب الغنى برضو، بس يعني ما بتغنيش زيك. يعني هي بتحب المزيكا والفن، بترقص كويس قوي أحسن مني بكتير، و she's amazing، وبتمثل، كانت بتمثل في المدرسة وبترسم. موهوبة، العيلة كلها موهوبة. طب والصورة دي فين؟ دي في ال behind the scenes بتاع الفيديو بتاعي Mission is You. ده الدايركتور ريكي، دايركتور نرويجي، ده كان في LA وكنا بنصور آخر سين actually في الفيديو. كنتيش خايفة إن أنت يعني أول فيديو كليب يبقى مع برضه مخرج إعلامي ومع منتج زي جان ماري رياشي؟ خايفة قوي. بس حصل إزاي اللقاء مع جان ماري رياشي؟ طلعت من الأكاديمي وجان ماري رياشي إنه شافني في الأكاديمي، والحمد لله شافني، عشان أنا عارفة إنه ما كانش بيتفرج قوي على الستار أكاديمي، بس بالحظ. و he contacted me واشتغلنا مع بعض على أول سينجل، وبعدين هو كان اشتغل مع ري كي قبل كده، فسألني يعني لو كنت عايزة اشتغل مع ري كي، وأكيد قلت وحصلت كده يعني. جميل جدا. طب والصورة دي؟ الصورة دي في السايننج بتاع السينجل بتاعي في فيرجن في القاهرة. دول صحابي من الجامعة، يعني صحابي actually my childhood friends يعني طول عمري، وقم عشان يعني أكيد عشان to support me يعني في السايننج في فيرجن. ده كمان كان في الآخر عشان كان في كل الفانز وكده، وكان في موقف بيضحك. السكيورتي كان فاكرهم فانز، فما كانش عايز يدخلهم، كان عايز يوقفهم وما يدخلهمش. وكان ابتدى يقولوا بس احنا صحاب لا، وبيقولوا لا ما كل حد بيقول كده، فما ندخلهمش. بس اهلي دخلوهم في الاخر. الحمد لله. دي كانت في الحفله اللانش، انا وتمارا اختي، وكانت اول لانش عشان عملنا تور، عملنا كايرو دبي لبنان. فدي كانت اول واحده، فكانت بتخوف بس كانت اكشلي احلى. كنت عارفه ناس كتير بقى عليك قوي، كانت اكبر حفله في القاهره هنا. ودول اتنين الناس، جان ماري ومراته كارين وري كي دايركتور كمان في الحفله. الكاست اللي تشتغل عليه. اكزاكتلي. احكي لنا بقى الصوره دي ايه؟ دي كانت حفلة بالماسكي في الحضانة بتاعتي هنا، ومش عارفة ليه، يمكن دي أكتر حاجة ممكن أزعل من أهلي عشان لبسوني كفراغ. أوكي، يمكن أكتر حاجة. لا كنت فراغ ظريف جدا يعني لغاية دلوقتي. يعني بحبها بس لغاية دلوقتي مش فاهمة، مش قادرة أصدق إزاي مين يلبس بنت صغيرة فراغ الضفدع، مش عارفة، بس I love it honestly. زي إشمعنى ضفدع يعني؟ والله لقيت إنه لذيذ كان.
طب والصورة دي؟ كانت عند جدي وجدتي في البيت أنا وقربتي، وأفتكر I was like a year old or something. A year old. لسه عندك سنة بقى علي. بس ما أعرفش مين اللي معاكي. دي مع مامتها في كنا عند ناس أصحابنا في المنصورية وكانت لارا بتلعب كورة باين ولا حاجة. أول مرة وآخر مرة. كورة. بكورة ومامتها ماسكاها بتجري وراها. إيه الصورة دي؟ دي في العجمي. دي في العجمي في العجمي وأنا دايما كنت قاعد مع بناتي الاتنين دي تمارا قاعدة على حجري ولارا قاعدة جنبي وبتكلم معاهم. ده في البيسين مع لارا. دي حلوة أوي. بتحضني. لارا حنينة أكتر من اللازم. أكتر من اللازم. وأختها كمان. ده فين؟ في المنتزة. في المنتزة. دي صح. One of my best friends كمان ندى و في إيزيس. كنا obviously بنلعب مع بعض مش عارفة. It's just a typical picture. شيرين نفسي أسألك في منطقة أنا عارفة إنك أنت ما بتحبهاش بس أنا لازم أسألك فيها. تفضلي. أنت نفسك لارا ترتبط برجل شكله إيه؟ مواصفات الرجل اللي أنت تحب إن لارا ترتبط بيه؟